حضرت العمل اللي فيه عنصر نسائي صدقوني لا يختلف عن العمل اللي فيه عنصر رجالي. انا اشتغلت مع رجاله يمكن بتغير من ستات. اه ده حقيقه. لا الفتره الاخيره بقى في موضوع الرجاله زي الستات يعني بص بيبقى في صراع افيش ومش عارفه ايه والتتر وانا وازاي عامل راجل بالظبط والرجاله من بعض كمان. فالموضوع ده مش جديد وانا قديمه زي ما قلنا يعني في المهنه فاهمه الدنيا ايام فببقى سفنجة. انا لسه امبارح بتكلم مع سامر نصر في الموضوع ده انا سفنجة ما يعني والله لو ايه ما بتأثرش باي حاجة وبتعامل بطبيعتي مع كل الناس. لو هتكلم عن نفسي دلوقتي بتعامل مع على طبيعتي والحمد لله يا رب الحمد لله ان انا ما بعملش مشكلة مع اي حد وما عنديش مشكلة مع اي حد في الوسط نهائيا. حتى اللي يبقى قاصد انه يعمل معايا مشكله ده امر بيرجع له. انا بحاول افهمك يا فلان او يا فلانه انت غلطان في حقي انا مش كده انا كويسه معاك انا بحبك والله وبتاع عايز تتصلح تتصلح مش عايز تتصلح انت بالنسبه لي بتبقى شفاف بس ما بستفزكش ما بفتعلش مشاكل وما حاولش ان انا ايه الفعل بيكون لي رد فعل نهائيا. انا ده طبعي تربيت كده يمكن ده بيرجع للتربيه للعيله ان انا ما قابلش الفعل برد الفعل يعني رد الفعل لما بيكتر الضرب عليا يعني رد فعلي اقصى درجه يكون هو التجاهل بس كده. حضرت اقوى موقع فني في مصر.